طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حزب التحرير يدعو أمريكا للقضاء على الإسلام. أنا شفت الإعلان وبيقول لك خطة أمريكا للقضاء على الإسلام وسؤال كده. لكن حزب التحرير ده حزب فارغ وفاشل. حزب التحرير أفكاره زي أفكار التراب. رئيسه اسمه تقي الدين النبهاني، ده فلسطيني ولا سوري؟ فهمت؟ سوري من أصل فلسطيني. بيقول لا يؤخذ بأخبار الأحد، ما بيؤمن بعذاب القبر كلهم، عرفت؟ وبيقولوا يجوز أن يقع الداعية في صغار المعاصي من أجل مصلحة الدعوة. يعني ممكن تكون أنت التحالف للعمار الممتاز قاعد في جيبك وانت داعية إلى الله، ما في حاجة، فهمت؟ ده حزب التحرير. قال عندهم بيان قالوا فيه ويجوز القبلة في الدعوة إلى الله. عشان تدعو النسوان لازم تجيهم بهواهم، وده اللي بيعمل لنا ناس حميدة، تجي تديها قبلة، فهمت؟ تقول لها يدخلش في الإسلام يا زول. والله ده الشغل اللي بيعمله ناس حزب التحرير، وده كلام ما نجرناه ونحن، انتقدوا عليهم حتى الأخوان المسلمين. طبعا ناس أبوك الشيخ ما عندهم كده، ناس أبوك الشيخ بيقول لك نحن طبعا بنعالج وبندي الجنة. انت المبروك رجل المرأة، اي انت هاكل بالحاد ديل، واحدة اجعها في بوركينا فاسو والتانية اجعها في نادي الهلال، وخلي مرتك هنا ان شاء الله الشيخ ببرك ويرجع لك يا زول. يقلم بك تلقى الشيخ برك لك، بعد شيء تجي تلقى الاوتوميزرات بتاعته ما شغالة، تغير لها مسطرة، فهمت؟ وبعدك تبقى في موضوع طويل جدا. عشان كده انت ما تكون بليد. ناس حميدة بغشوك في كتاب بدر قال وإن رأيته، والله والله يا أخوانا الكلام مكتوب تقريبا صفحة 41 ولا حاجة. قال وإن رأيت الشيخ يفعل الأفعال القباح، يعني أنت تكون مبارح ماذا تشوفه بيغبل في النساء ما تزال. قال وإن رأيته يأتي البهائم، يعني يزني بالبهائم، قال فلا تعترض فإنما يحصل للنخل اللقاح. يقول لك في الظاهر ده حميدة بيزني بالبهائم، لكن في الباطن حميدة طالع له في نخلة عشان يجيب لك بلح بالتمودة. يا ناس نفس الشبكة بتاعت حزب التحرير والصوفية كلهم دعاة بتاع ضلال ودعاة بتاع فسق وباطل. عشان كده ما تنتمي لأي جماعة، لا أنصار سنة لا ترجي تونسي، كلهم عفن وكلهم عوالق، ما بيدعو للدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تجد باري الشلال ديل شلال بتاعت مختار بدري ومين بيجاي قاعد، كلهم متكلين والصوفية شغالين نشر للباطل ونشر للبدع والضلالات، وده قاعدين يمسكوا لي في كلام فارق. وهو الحلبي طار والحلبي ركة وشيخنا الحلبي وهو الخلف الأربعة صلوا عليه. يا زول الحلبي بتاع عشان انت موهوم، وكمان في مجموعة تانية بتكون موهومة شغولها كله ان الحلبي هذا مبتدع. طيب المعلومة البعدية شنو؟ محمد منتصر كيف؟ فهمت؟ فعشان كده اخواننا الناس تحذر من هذه المناهج وهذه الجماعات، كلها جماعات منحرفة مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووعي غشوك يقول لك كن مع الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة صح، لكن المقصود بالجماعة المقصود بها جماعة المسلمين، فهمت؟ ومن كان على الحق، عشان ما يدخلك سيقول لك يد الله مع الجماعة وش معانا في حزب التحرير، لا ما تخش معهم، خليك قول لهم انا بصلي وبصوم. احنا ذاتنا ما تابعين لجماعات، كنا انصار سنه وقمنا فكينا العقد بتاعنا، فهمت؟ مرقنا منهم. والله اوعك تباري جماعه، انت كده ممتاز جدا، مش موحد وبتكره حميده والصوفيه وعقيدتك في الله براو وما بتعرف الا الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ممتاز، انت احسن مسلم في السودان، انت الفاهم ذاته. اما المباري لو جماعه ذول مسكين الله يهديهم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يوم الثلاث حلة كوكو إن شاء الله، الناس تنصر التوحيد إن شاء الله. الحلقة دي بقت غصة للصوفية في حلوقهم، قالوا النازل داعش ووقفوهم، لكن إن شاء الله الحلقة مستمرة بإذن الله، الناس تجي هناك إن شاء الله.